مشاهدي ومتابعي قناة نيشان، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم من السوق الأسبوعي الجمعة ديال قمصلح. شهدت تبارك الله إقبال كبير على اللحم البقر بسبب ارتفاع صاروخي للحم البيضاء. مواطنين تبارك الله يعني مكرهون اخاك لا بطل كي تنقولوا، يعني مواطن عوض ما يتقدى كيلو ديال الدجاج تيجي هنا تيتقدى نص كيلو ديال اللحم البقري. وغادي نستضفوا احد يعني خبراء اللحوم هنا في هذه المنطقه ديال اقليم الحوز اللي هو بحمدان. سي حميد، لا كان ممكن تجوز لهاد الجيت عشان واحد التصريح الله يجزيك بخير. تشهدوا تبارك الله المواطنين تبارك الله كلشي تيتقدى اللحم يعني هنا السوق الاسبوعي ديال قمصلح. اقبال كبير على لحم البقر. تشهدوا تبارك الله العجوز يعني عودة الروح للحب البقري، يعني الجزارة اشطاب شارو خيرا بسبب ارتفاع اللحوم البيضاء وخصوصا الدجاج. كيف تنقولوا مصائب قوم عند قوم فوائده، يعني تراجع كبير بالنسبة لأصحاب الدواجن. يعني السلام عليكم، معنا الان الجزار سي احمد المعروف هذا السواق الاسبوعيه ديال اقليم الحوز، وغادي يقربنا من هذا الارتفاع. وقاتلت الغرض شتت الغرض هنا اللي كاين يمشي في حالته، باش قربنا شيئا ما للاجواء اللي تنعيشوا دابا حنا هنا في السوق الاسبوعي جمعه طمسطوح. السلام عليكم. عليكم السلام سي صفا، بارك الله عليك. كيداير بوسط دابا؟ هي سي صفا، هي بغينا نسولو. هي نعم سي مرحبا. الاقبال دابا حاليا كاين ديال البقري، الاقبال تاع البقري مع الدجاج غالي. الناس كيبغيو يتخداو داك الدجاج، اللهم كيجي نسير اللي حنا حسين من داك الشيء تاع الدجاج. مع الدجاج غالي ما فيه والو، الدجاج تاع 540 600 30 درهم 27 درهم راه غالي. ديال المواطن تجي فيه غير تيتقطع. كيتقطع اللحيمات، اللحيمات وداك الشيء راه زين. واللحم ديال الدجاج غير تي دغيا كيتكمش. دغيا كيتكمش، ماشي بحال البقري. هذا العاشو اللي نعم سيدي داك الشيء مليح. دابا انتم الجزاره نعم سيدي تحسوا واحد شويه الحمد لله. يا الله على البركه، كاين الاستقبال والناس خدامين دروكا كيتخداو. تبارك الله. الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. وداك الشيء راه زين، واللحم ديال الراس 65 60 تقليه 30 درهم وداك الشيء راه مليح. واللحم البقري بشحال؟ البقري البقري الا بغيتي حاجه كثيره ب 1300 داك الشيء 100 درهم. منها مع الناس مزيان اللي جاب الفلوس يدي، اللي ما جابش يدي ما عندنا مشكل. واللحم الغنمي شحال؟ 2400. والمعزي؟ المعزي حتى هو 2400 2100. باقي شاد فيها في الثمن. اي هو شاد فيها في الثمن مع العلف وداك الشيء والجفاف داك الشيء. سكينة احمد، يعني واش هذا الاقبال كان منذ ايام ولا فاش طلع الدجاج عندنا الاقبال؟ لا 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 كاين هذاك الشيء قبل الدجاج. راه الدجاج جديد موجود غير مع الصاد، غير مع الصاد داك الشيء والجفاف، راه كاين الدجاج جديد راه موجود، والناس دابا عندهم الاستقبال ديال الدجاج، داك الشيء علاش كيخرج الدجاج بزاف. ايوا هذا الشيء. يعني الكميه اللي تتبيعوا انتم يوميا هي اللي تبيعوا يوميا؟ ديما يوميا داك الشيء اللي كنبيعوا، اليوم في قمصلح دابا سني. نهار تاع الساح النوت. نهار اللي كنشريو السلعة من القلعة. ولا داك الشيء فوق الصفرة داك الشيء راه زين. تقول لأنه اللحم البقري عيد ورا زاد واحد شويه، كان تقريبا 85 80. اييه بهرت من ورا العيد باش تزاد شويه، مع دروكا
مع كاين الاستقبال. يعني ديك العرض طلب اكثر من العرض. ايه طلب راه دروك الناس موالي العراسات وداك الشيء. لانه الشناقه هو اللي لا الشناقه ما دار والو. شحال كيصور الشناق كاع كيصور ديك 100 درهم 150 درهم ولا يخليها راه غير الشناق لا هما راه ما كاين والو من الشناق. راه هضره هذيك العلف اللي غالي والدعم ما كاين والشتا ما كاين والجبل ما كاينش مورا ما كان شي واحد الشناق لا كزال. واخا سي حميد قول لنا بالنسبه للعبر اللي تدي المواطن العادي شحال تقريبا تدي المواطن العادي الكبر باش نعرف واش المواطن تدي الحم كميه كثيره ولا تدي راه بعاد؟ لا كاينه نسيلو ولا شي كل واحد اش كيدي؟ الكميه اللي تتباع اكثر كاينه بزاف نسيلو اللي كاينه. كيلو كيلو الله روح كيلو كل واحد وجهد المواطن ما فما بحال شي كيلو ما يكون ايوا راه الله يكعون راه ما خلاوش كاع الناس راه ما خلاوش والله ما خلاوش ودا السمسمه واخا سي حميد تنشكروك والله يا ودا السمسمه مرحبا فيما بغيتيني مرحبا موجود الله عليك شكرا جزيلا من هنا لا دكاله كامله ولا اي سوق سولني نجاوب عليه اي سوق لا في حد الله الفرج لا في راح الطاوله في سيدي بنور لا في نسولك انا على اليسير لا في كل شيء فين كاين راس السوق لا مالي على السوق كاين في اليسير كاين في حد الله الفرج كاين في القلعه كاين في جمعه سي مليون الطاويه لا طاويه ولكن السوق الكبار كنقول لك انا ضرب تبارك الله ولا اربعه السويله حتى هو الاربعه حتى هي راه زينه هاد العجل من تقديتيه لا اربعه السويله ديال السويله هذا شحال تقاو عليك ثلاثة الملال و40 هذا وداكشي راه زين شحال فيه تقريبا بغيت تقال عليك بلاصتو بشحال تقريبا كيلو؟ بشي 18 و40 ريال كاينه سيدي دار 376 و 380 اللي فيه من كيلو هادشي بلا الكسور ديالو لا الكسور ديالو غير الحماد وداكشي غير الحماد ومرعين وداكشي تيسلك انت؟ ايوا اش بيدي البركه الله تصور شويه و قول لي انت طلعت على انه بزاف غلبيت لك الزلم مابقوش خدامين لا غير من ورا العيد خلاهم داك من ورا العيد وجرى عليهم ما كنتش باقي خدمه لا الشيء راه بزاف الا ما كنتش ديك الساعه راه 4 دملال و 5 دملال تعمر لك اليوم يلا بكر دروك راه 4 دملال نشري فيه واحد 3 ونص يعني الغلا عاد الله حنا لانه اليوم الحنطه ديال اللحوم خاويه لا حتى حنا عندنا هذا الشيء تاع مراكش كيسافروا كيخرجوا الناس دروك بحال كيرجعوا مراكش يخرجوا كيخرجوا الناس دروك مشاو مسافرين دروك بحال كيرجعوا الناس حتى العراس يقلل لك اي العراس هذا العراس اش كيديروا دروك كيديروا انت كنهير الدجاج كيديروا ديك السفه والدجاج واللحمه ما كتجبع يديوها ايوا شنو ما يقول لك شي واحد راه هذا اللي دارو راه الجفاف اللي كاين وكاين شطوط براد وقت واحد ما يسول على هذا الشيء واحد السؤال اللي هو مطروح واش علاش درت الحمل المعزي غلا منع على المواطن شنو هو السبب اللي خلاه المعزي ما كاينش كاينش ما يقول كاين الجفاف المعزي كاين يكون بالربيع الا كاين الربيع والعام زين تيقولوا على انه كان المتنفس ديال الانسان الدرويش البسط هو المعزي كان داير 45 درهم ولكن كاع غير 35 30 درهم باش كاين وهذه المنطقه ديال الحج معروفه بالماعز يقول لها شي داعش معروفه بالماعز هذه المنطقه من الجفاف والزلزال تاعي والزلزال ديال الجبل ما وداك الشيء راه ما خلاو كاع الناس واش حنا تنشكروك الله يودا السلام مرحبا والعجولي وديما عجولي ديما عجولي ديما العجولي تشهدوا معايا تبارك الله بحمدان راه معروف هنا بالمليح وتحيه للحاج عمر هو الحاج عمر الا بغيت شي كلمه كلمه راه الغلا اللي كاين راه حتى شي حد ما دار شي حاجه من غير الله تبارك وتعالى النهار يكون الربيع ويكون العام زين راه كلشي هذا الشيء بارك ان شاء الله لا هذاك لا هذاك لا هذاك لا هذاك ما تنصوروش اش غيصور في هذاك البركه راه هذاك الشيء ما تمعد هذا الشيء اللي كاين الله يزيني تحياتي للحاج تحياتي شوفوا معايا تبارك الله هذا عجل هذا العجل كان فيه شحال قلنا 300 كيلو 376 كيلو تبارك الله ها اللي بقى فيه تبارك الله واخا غادي نمشيو نشوفوا تا واش نشوفوا الجملي اييه بغى يصور فين هو عبد السلام فين هو شاهدوا معايا تبارك الله حنا تنتواجدوا هنا في الحنطه ديال اللحوم الحمراء بما فيهم البقري الغنمي والمعزي وكاين حتى الجملي تشاهدوا معايا تبارك الله اييه واخا داك الشيء ممنوع حنا نصوروه لا داك ممنوع نصوره ممنوع 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 الله يخلي نظره زينه وتبارك الله هاد اللحم راه ممنوع ديال 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 المعزي 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 اه واش يا عبد السلام؟ عبد السلام 2400
تبارك الله. قال لي تصبح اليوم وديع 100 درهم قال لي. انا 40 عند واحد السيد انا 100 درهم اليوم البنزين. المزيان ديال الملح ما كاين هذيك السوم. دابا 2400 الله يحفظك حتى من 1400 كاين 2800 140 درهم كاين شي ما تواصلش. هذاك الشيء اللي كاين. 600 درهم. قول لي وي عبد السلام انت اختصاصي في المعزيه. ياس. ما عندي ما واخا كنا شغل المعزيه علاش شنو السبب باش خلا هذه المعزيه؟ ما عرفتش واخا نخلو السي عبد السلام في الخاطر ديالو لانه باي الله يسهل عليه وتنحيو بحمدان تحيه كبيره ليه من المنبر ميري ميري ديالنا هذاك مول الجملي ميري ديالنا حتى هو اجواء زميله هنا اجواء ما فيهاش تحيه الميري تحيه للرما انا حتى عندي الكودات ديالو عندي الكودات ديال الميري اذا تشاهدوا معايا المعزي راه داير 120 درهم وهو جينا دابا للجملي الجملي راه داير الجملي الثمن ديالو هو ديال 120 درهم تبارك الله يعني والمليح وسنين الحليب هذه هي الدروه ديال الجملي ها هي تشاهدوا معايا السلام عليكم سيدي عبد الرحيم لاباس الصباح الله يكرمك والان معنا احد اشهر الجزاره هنا ديال الجملي المعروف ميري تحيه خويا ميري ريمي تجي لهماش ريمي ريمي سيد زوين سيد زوين ما عندي ما نقول تحيه للرما الله يكرمك ما عندي ما نقول لك ممكن تزوي الميكرو اييه بسم الله الجملي راه كندير هي 180 درهم نعم اشنو السبب اللي خلاه حتى هو يمنع دابا حيت هو دابا انك كتولد هي عامين عامين داك الشيء انا صغير ماشي شي حاجه كبيره انت كتشوف شي حاجه مليحه وصغيره والوقت راه مشوره مع الوقت كل شيء غير دروك قول لي اخويا ميري نعم تبارك الله يعني الكميه اللي كنت تبيع بدات تقل شي شويه واش عشان المواطن المسكين ما بقاش بحاله انه يتغذى اللحم. واه تجي قطعه شويه من واحد مسكين يشري كيلو تاع اللحم ب 2400 ريال. اه ما شاء الله. تقول على انه ارتفاع ديال الدجاج ساهم بشكل كبير انه بحرك هذه اللحم الحمراء. عارف كيفاش كل شيء غالي دابا. كل شيء غالي. حنا نيت دابا 2400 ريال. الجبلي بحال هذا الشيء تشوف راه ما ايضا تقعدوا معنا صحابنا. ما هو راه خصو حتى هذا الشيء شي 2600 ولا 150 درهم دابا 8 كيلو تلحم اللي فيه هذا راه بملين 800 ريال كثيره بزاف بزاف انا كنعاونو بشويه الشحنه وشويه الكبده وغادي نقص